جزيلا. احنا النهارده كان معادنا لتسجيل حلقتنا الاسبوعيه، حلقه يبقى فيها حكايات حقيقيه، يبقى فيها تجربه حقيقيه، يبقى فيها كلام، يبقى فيها اغنيه، يبقى فيها ضحكه، حلقه زي كل حلقاتنا الاسبوعيه. انما قبل تسجيل الحلقه بوقت قليل قوي جالنا الخبر، خبر الرحيل. رحيل يقطف الربيع في أوله، رحيل يحسسك إنه في حاجة كبيرة هتبقى ناقصة في الأيام اللي جاية. جالنا خبر رحيل عبد الرحمن الأبنودي، الخال الكبير، الخال الحبيب. الخبر ده طلع في هيئة إشاعات في الفترة اللي فاتت، كل شوية نسمع إشاعة وفاة عبد الرحمن الأبنودي، لدرجة إن هو حتى استغلس الموضوع وقال يا جماعة كفاية بقى. عشان كده ما استسلمتش أو ما سلمتش بصحة الخبر من أول وهلة، فضلت يعني على أمل إن هي إشاعة من الإشاعات الكذابة وإن هو لسه صامد وموجود، صحيح عيان إنما لسه الحياة بتدب. مكالمة ورا التانية، ساعة ورا التانية، الخبر باينه صحيح. ده الرحيل شكله حقيقي. كلمته على تليفونه، تليفون مقفول. اتكلمت على تليفون نهال كمال، الزوجة والشريكة والحبيبة وأم العيال. التليفون رن ونهال ردت، وحالة من الصمت، لا أنا عارفة أسأل ولا هي عايزة تبادر وتجاوب، عارفه لها ايه. بعد ثواني من الصمت هي كسرته وقالت لي البقاء لله يا ماما. عافتني من ان انا اسال السؤال التقيل على قلبي، السؤال المحرج، السؤال البايخ، السؤال اللي بتساله وانت كلك او كل قلبك دعوات انه الاجابه تكون لا. ما خلتنيش اسال السؤال وقالت لي البقاء لله. البقاء لله. الخال عبد الرحمن الأبنودي في الفترة الأخيرة، خلينا أقول في السنين الأخيرة، كان تعبان قوي ومشكلته مع نفسه وصدره من بقايا تدخين عنيف لسنوات طويلة. بس اللي كان بيشتد عليه مش المرض، اللي كان بيشتد عليه هو لما الدكاترة يمنعوا الزيارة عنه وهو عيان. عبد الرحمن الأبنودي كان بيتنفس الناس، كان بيعيش بالناس، كانت الكلمة والفكرة بتطلع بالناس. أكبر فكرة قاتلة بالنسبة له إنه يقعد ما حواليهوش أصحاب، ما حواليهوش حد بيكلمه وبيقوله، ودي كانت أقصى حاجة عليه. وبالتالي كانت الأيام اللي منعوا عنه فيها الزيارة في المستشفى كانت هي أسوأ الأيام. ولما كنا نكلمه في التليفون تحس إنه هو بيعاتبنا عشان ما بنجيش ونتخانق ونكسر باب المستشفى ونزوره. اشمعنا نادية لطفي؟ في اخر مكالمة اتكلمنا فيها مع بعض قال لي نادية لطفي جت على كرسي، نادية لطفي جت وما كانتش قادرة تقوم وقعدت تتخانق وجابت اللي هو مدير المستشفى وقالت لهم يعني ايه تمنعوني عن عبد الرحمن الأبنودي. ايوه، عبد الرحمن الأبنودي كانت حياته مندمجة بالناس، ولو كانت عندنا حلقة المفروض يبقى فيها حكايات وأغاني وتجارب. فملك الحكايات والأغاني والتجارب والحكمة رحل. رحل رحيل مستند على رصيد كبير قوي. رحل تاركا ثروة ليس لها مثيل. تاركا محبة يفيض بيها نهر النيل من منبعه المصب. ترك أغاني كلامها أو كلماتها لو اتبعترت في الصحراء كلها تغطيها وتزيد. هو قال حاجات كتير كلها حاجات حلوة، كلها حاجات لها معنى، كلها حاجات تبدو وكأنها كلام عادي، بس هي مش كلام عادي. الطيبة
مع البلاغة، مع الحكمة، مع الضحكة، كلها بسحر غريب لم يتملكه إلا عبد الرحمن الأبنودي، بلهجة عامية فصيحة، بلكنة صعيدية أصيلة، هتلاقيها كلها موجودة بمنتهى السلاسة. عبد الرحمن الأبنودي لأنه عاش وسط الناس وللناس، هم كمان عاشوا جواه، هم كمان كانوا وقود موهبته. الخال عمره ما كان بيخاف من الموت ولا من المرض، كل ما أسأله أقول له أنت أخبارك إيه يقول لي بتفكريني ليه إن أنا عيان، ما تفكرنيش. هو فكرة المرض دي بالنسبة له مش مخيفة ولا بتضايقه، وطول الوقت قالها لي وقالها لغيري إنه اللي عيان ده راجل تاني أنا معرفوش. أنا مادام بفكر وبقول وبتكلم وبضحك مع الناس وبألف شعر يبقى أنا كويس والحمد لله. الأبنود اللي عيان ده واحد ملش دعوة بيه، عمره ما خاف من المرض وعمره ما خاف من الموت، يمكن عشان عارف إن عمره الحقيقي طويل قوي، عمره الحقيقي وامتداده مش بس في بناته ربنا يبارك فيهم ومراته الست الفاضلة نهال كمال، لا هو كان متأكد وعارف إنه اللي كتبه عبر أكتر من 50 سنة الناس هتفضل تقوله أكتر من 150 سنة جاية، في كل مناسبة وفي كل قعدة وفي كل فرحة. هو كان عارف ده. والله وشبت يا عبد الرحمن، عجزت يا واد مسرع ميته، وكيف عاد اللي يعجز في بلاده غير اللي يعجز ضيف. اذا جاك الموت يا وليدي موت على طول، اللي اتخطفوا فضلوا احباب صحيين في القلب كأن ما حدش غاب، واللي ماتوا حتة وحتة ونشفوا هما لسه حيين، حتى سلام عليكم مش بتعدي من برا العتاب. اول ما يجيك الموت افتح، اول ما ينادي عليك اجلح، انت الكسبان اوعى تحسب احساب، بلا ود بلا بيت ده زمن يوم ما يزدوا كده، سيبها لهم بالحال والمال وانفد، اوعى تبص وراك الورث تراب وحيطان الايام طين، وعيالك بيك مش بيك عايشين. عشان كده لما كنا بنقول له يا خال ما كناش بنردد بس لقب سمعنا اللي قبلنا بيقولوا عليه، ما كناش بنكرر اسم له اللي قبلنا تعودوا يقولوه، لا احنا كنا بنقول ده واحنا حاسينه. انا وغيري كنا بنحس ان هو خالنا، خالنا بجد، يجامل ويعلق ويزعق ويبعت مانجا ويبعت ضحكه ويبعت شعر. رحل عبد الرحمن الأبنودي تاركا جيش من المحبين، تاركا ملايين من أجيال مختلفة، تاركا ما لم يتركه غيره من شعراء أو كتاب. رحل وهو محملنا بحبه وهو بيحمل حبنا. في أشخاص بعينهم ما بحبش أبداً يبقى وداعهم في شكل مرثية حزينة، لأنه هي حياتهم كانت أغنى وأكبر بكتير من الحزن، كانت أوسع بكتير من كلمات رثاء، وبقائهم معانا كمان مش مقبول إن هو يؤطر في نعي أو رثاء أو كلمات وداع أياً كانت بلاغتها، لأنه هو كان كده. هو كان يتكلم عن أصحابه كأنهم عايشين، كان يتكلم عن كمال الطويل وعبد الحليم حافظ وكل اللي رحلوا، كان يتكلم عليهم كأنهم قاعدين معاه، ما يقولش فلان الله يرحمه، لا يتكلم عليهم عادي كأنهم لسه موجودين أجسادا وروحا. إحنا كمان هنعمل معاه زي ما هو كان بيعمل مع أصحابه، إحنا هنتكلم عليه كأنه ما بيننا، احنا هنودعه واحنا فاكرين ضحكته الحلو. تاريخ الميلاد والوفاه
مش هيعني كتير بالنسبة لنا. اللي هيعني لنا هو مقدار الحب وفيض العطاء اللي ادى للناس عبر عشرات وعشرات من السنين. مسافر لبعيد نقل الأسماراني ليه سافر ونسي المواعيد يا حبيبي يا أسماراني يا طير يا مسافر لبعيد نقل الأسماراني ليه سافر ونسي المواعيد يا حبيبي يا أسماراني ختاما ليس ختام ببعت لك ليكي والناس الجبلايه والبت عزيزه والواد عيد الف سلام زوجك لسطح راج ملحوظه اكتبي على المظروف اسوان زوج الغالي لسطح راج القط العامل في السد العالي.